ويجز يكشف تفاصيل حياته الشخصية. لديه 6 أخوات غير أشقاء والدته الأقرب لقلبه. مشروع الزواج مؤجل وما بيتخيل نفسه أب. مغني الراب ويجز كان ضيف الإعلامي أنس في أحدث حلقات برنامج أبي توكس، وكشف ويجز الكثير من التفاصيل الخفية عن حياته الشخصية، فأكد أنه عاش طفولة قاسية أثرت على شخصيته بشكل كبير. تحدث ويجز عن علاقته بوالديه، وحكى أنه علاقته بوالده جيدة لكنه أقرب لوالدته، وكشف أنه لديه 6 إخوة ليسوا أشقاء وبشوفهم على فترات متباعدة بسبب ظروف الحياة، لكن شقيقه خالد بيسكن معه في نفس المنزل. وتذكر أنه قبل الشهرة مر بأيام ما يمتلك فيها سوى 20 جنيه، وكان في هذه المرحلة لا يلجأ لأي شخص وتعايش مع ظروفه، وأكد أنه ما بيتخيل يوم من الأيام أنه يصبح مغني، لكنه استغل الفرصة عندما أتيحت له. ويجز يحب أن يستمتع باللحظات اللي بيعيشها لأنه لا يضع خطط مستقبلية لحياته، وأكد أنه خططه ما بتتعدى أسبوع واحد. حكى ويجز أنه بيستطيع التحكم في الضغوط اللي بمر فيها، خاصة وأنه شخص من الصعب إغضابه بارد لأبعد الحدود. ويجز لا يحب الشهرة لأنها بتفرض عليه أسلوب حياة معينة، لكنها في نفس الوقت بتجعله يشعر أنه عريس كل ليلة على المسرح. الوسط الفني مليء بالمنافقين والكذابين، لكن ويجز بيعرفهم جيداً وبيتعامل معهم بحذر، وأكد أنه لا يوجد أحد يستطيع خداعه، وكذلك لا يثق في أي شخص بسهولة. ويجز لا يفضل فكرة الزواج في الوقت الحالي، وما بيستطيع تخيل نفسه كأب، وحكى أنه راح يتخذ هذا القرار عندما يشعر باستقرار في حياته. مر ويجز بالكثير من المواقف اللي شعر فيها بمواقف مختلفة، فحكى أنه أسعد لحظات حياته عندما عادت والدته من الحج، أما أصعب الأوقات في وجهة نظره هو قرار استمرار العمل في مجال الراب، لكن اللحظة الأسوأ هي عندما حاول مصالحة أخيه لكنه سد الباب في وجهه. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.